عليك يا غالي. خالد. منين خالد؟ رفرف. من رفرف. به خويا ما شاء الله عليك، خمس وخميس عليك وربي يبقي عليك الستر. نشوف فيك من بكري تعمل في فازات، بالحق نصحوا الشباب يتفرج فيك الكل ما يقلدكش. فازات اختيرها برشا. كيفاش باش تعمل فيهم؟ شوف باش تعمل فيهم هذوما، وقتاش تعلم؟ من اللي صغير. معناتها اي واحد لازم يعمل كيفك ولا لازم يكون متعلم؟ مش الكل كيف كيف. اللي يقدر ينكش كل واحد شنو عنده في مخه وكل واحد شنو عنده في الساقين. فهم بلايص معناتها ماهيش غارقه برشا، يقول لك تقشر. شنو معناتها تقشر؟ تسطع يعني صدرك في الماء يعني تسلك. راتي يديك وصدرك يسطعوا في الماء. مش تطلع فيه ما تدبش ما تمسوا الماء حتى راتي هذايا ما يتبلش. معناها تك تعوج روحك يعني فهمت؟ تعوج روحك تك تك معناها فهمت؟ تقعدش هابط تحت الماء هكا اللوطة معناها تك تعمل هكا تقوس. يقول لك إذا وصلت علمت معناتها تو وصلت علمت إلا ما وصلت أكيد برشا ضربات وطحت وأكيد برشا كفوف باش تتعلم صح ولا؟ إيه الناس الكل يا أخي يا أخي هما كيفير فارفة وبرشا بلايص معناها والديهم يجيبوهم هما صغار يعوموا يهبطوهم بشوية بشوية يسيبوهم أرواحهم كل مرة بطريف بطريف. انا اول مره نقص رميوني من غادي لان راه فينا ولا حاجه ما يعلموك يعني مش رميوني من عرش او مره رميوك من غادي انا لا نعرف لا نوم لا حد صاير رميوني من غادي قام طلعت نقص وحدي هاد من وقتها ولا في دم اوكي ما هذا شيء ما ياخذوا وراث اوكي بوزيشن تقول تعمل تحير في حد شيء حد شيء قالوا يا بياع فاش تبيع قالوا كل شيء بالحاضر صح ولا لا هذاك هو تفضل خويا ورينا بالحاضر ايش عندك راس هذا وي عسلام سلام عليكم جاي حيط الضامن باش جاي موتور فورز موتور فورز من حيط الضامن جاي العين مستير هوني بنزرت موتور فورز اي صح قاعدين نثبت لها 7000 ماشي وجاي ونقعد نتساوق في الحوم اش قلت لك ماشي وجاي وتساوق في الحوم نتساوق في الحوم وتزني تخت ملي صب لها دينار نمشي نخت تزني وتجيبني دينار حسب سمعت حسب ما حكي له الاولاد قالوا لي ما كانش جاي سمع بالحومه كلها جلد بحر خادم الموتور يا ودي ديما لهنا نحن كل حد لهنا و ديما لهنا وحلا عين مستير الاولاد من بكري كانوا يحكيوا لي قالوا لي راه ما يعرفش يعوم هاك تشوف فيه ما ينجمش ينقز وما ينجم يعمل شيء صح صحيح هذه ولا هي واحده صاحبي انا عاودوا قيمه كبيره صاحبي تو شوف قال لك يا بياع باش تبيع قال له كل شيء بالحاضر صحيح ولا اي صح تفضل ورينا اجاني من هنا برا واصل برا واصل البحر هذا العباد الكل تعوم فيه مش خلينا نفسروا العباد راهو هذا مش بحر هذا كيما نقولوا احنا الجابية بلاصة تنقيز يجوا ينقزوا يعني فما نساء عندنا في البلاد ينقزوا لك من غاد نساء تنقز لك من غاد عباد تجي من كل بلاصة تنقز من فميك معناتها انت امراه عائلة تجيك باش تنقز تعوم فميك شكون انت من غاديك تشريط بالسفاه واحد يزرح ويمشي اي عبد انت شريط على السفاه يزرحك وتمشي معناتها كلهم ما يقدروا حتى حد ما يقدروا حد برا شويك مقبل الطفل طلع فميك حل سق ومشى بالمرشة فميك حل سق ومشى بك نسى فيك تحكي قلت صحيح بلاصه محليه ولكن برجع خلينا نحكيو شويه معناتها قلت لي راه ما تفهم ساعات نتقلقوا فما مشيك فما الشرب احكي فما عبيد تجي مريقله فما عبيد تجي مش مريقله فما عبيد مش تشد الاقدار تحب شكون يشد الاقدار فما عبيد تجي تبدا تشد الاقدار تجي مريقله تجي تعمل جوله هنا باش تنقص فما عبيد تحب تطيح قدرها بالسيف جيت لوح لك الشرب غاديك شو معناها؟ والله فما نساء مغرومين دي شو فهم شو غاديك جي عبيد جي تعوم لان شو معناها تجي تعوم ولا تشرب تلوح شربك غاديك ولا جي بدا يكسر في الكزيز يرمي فيه وسط البحر شقاولك انت ما تجيز ذاك جيت نابط نطلع لك هاي كعبه كزيز في وسط الماء كيما قال اهبط شويك اهبط
طلع لك طلع لك هم قزاز من ابط لا تشرع معناتها عبد كان يهبط عبد كان يطلع ينقز من فميك ويهبط يمس القاع يحل سقي ويطلع يحل سقي ويطلع خاطر كلها قزاز لوطه كلها اللي يجي يشرب يلوح في الماء كله يهبط لا تشرع كيف ابط انت يمس القاع تشرع سقي كي تطلع مغربين بال ما شاء الله عليك بكل شيء من بكري وانت تنقز عايش قدك الصحه عايش تعرفوا عليك سامي من رجبل سامي رجبل بيه علاش من بكري تنقز دبوزه تو كلها تقشر تهبط على راسه وانت من بكري تهبط دبوزه تواهق انا خايف شويه اه نتعلم الجيش صحيت صحيت بشوي بشوي هكاك هكاك هاو عندي صحيبي هكا كل مره ياكل كف من البحر هكا الغرام هذا كيفاش غرام جديد اليوم معناتها نشوف اغرب الشباب ولا ماش حاب يقطع الشط ولا يجيب الذمه سبيسيال مول التنقيز تنقيز تفرهيده كيما نقولوا صح يعطيك الصح هاكا يعملنا سبور منها تنقيز كل مره كيف ها هو اللي معلم فيهم قلت لها تو تعبت معناتها بالتنقيز سي كملت كملت به عيش اسلم السلام عليكم وسيم جبل رجبل به تو كنا نحكيو مع صاحبك خويا ينقز دبوزه قلت له عليه تنقز دبوزه قال لي مازلت متعلم جديد مازلت مغروم جديد بالتنقيز وانت كيفاش نقز على الراس دبوزه نقله برولات كل شيء قال مرة روح بك معوج كيف؟ نقزت أنا في البحر كي لابط لباس وهذا ينقز فوق مني هبط فوق سقف هو اللي عوجك يقصد نجي مورك أمريكا ما هو هبط فوق منك عوجك هبط أنا لباس هو نقز فوق مني جا فوق مني بالباب جا في السقف الغرام اليوم بالتنقيز هذا شنو قصته الغرام تاع التنقيز؟ اليوم لاحظت ما أغلب العباد غرمت بالتنقيز تنقيز لازم الواحد يعرف كيفاش ينقز خاطر أقل غلطة ينجم يتضرر فيها وقبل ما تنقز تغزر وين تنقز أنت بالضبط ثم شكون يبدأ يجري ويرمي روحه ديريكت يهبط على حجرة ولا تصير له حاجة ثم شكون نقز من الجوابي من رأس الجبل تشل والله تشل هبط ما هبط غلط هبطت هكاك هبطة غلطة تشل خاطر في الفرق ما ننصحوش معناتها العباد الكل تعمل فازات هذه معناتها نتفرجوا فيها ماذا بينا ما يقلدكم حتى حد وما تعرفوا متعودين ليكم برشا تنقزوا اللي ما يعرفش ما يعملش هكا ولا يلقى في روحه يعمل ينجم يتعلم وكهو بشوية بشوية اما ديما قبل ما تنقز اغزر روحك وين ترمي روحك بالضبط مش تبدا تجري هكاك تنقز ما تنبش يجيني شوية برك انت يا خويا راك عامل بعمالك هنا قداش عمرك 13 وانت توا جبتنا بالعاني البلاصه هذه قلت البلاصه هذه نقز منها انا وغارقه ما تمش غارقه برشا اما عاليه نعرف كيفاش نقز منها صحيح هذا ولا صحيح متعود تنقز منها اه باه انت مش وحدك معك زاد العصفور هذا هو الكل اولاد البلاد الكل باه قاش عمرك انت 13 قد قد باه وبوغوس اه حشي وتعرف تعوم اه جوك على جو احلى جو برا نريد ورينا كيفاش تعوم برا